بارك الله فيكم. سائل يسأل: ما حكم تكرار العمرة في يوم واحد؟ أرجو توضيح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم يرون أنه ما يخرج من الحرم لأجل يأتي بعمرة، وإنما يبقى في الحرم يصلي ويقرأ القرآن ويعتكف في المسجد الحرام، هذا أفضل من العمرة، أفضل له من العمرة. لكن لو خرج وجاب عمرة فلا بأس، لكن بقاؤه في الحرم أفضل من ذهابه للإتيان بعمرة، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والاعتكاف فيه والطواف طواف بالبيت، فبقاؤه في الحرم واشتغاله بالعبادة أفضل من أنه يروح ويجيب عمرة ويجيب عمرة ويجيب عمرة ويقطع الوقت ويضيعه، هذا أفضل. وإذا أراد قال لا بجيب عمرة وبطلع للحل، يقول لا تخليه في وقت متقارب، يعني عمرتين ثلاث في يوم واحد هذا ما ينبغي، لكن يجعل بين العمرتين فاصلا طويلا، أيام، 3 أيام، 4 أيام، نعم، وكل ما طال الفاصل فهو أفضل.